حياكم الله من جديد مشاهدينا. الخلايا الجذعية هي خلايا لها قدرة على الانقسام والتكاثر وتجديد نفسها، وهي قادرة على تكوين خلية، وأهميتها تأتي من قدرتها على تكوين أي نوع من أنواع الخلايا المتخصصة كخلايا العضلات وخلايا الكبد والخلايا العصبية وأيضا الخلايا الجلدية. اليوم مشاهدينا حنتعرف على الخلايا الجذعية المستخدمة في عالم التجميل من خلال ضيفتنا الدكتورة أروى أباضة، متخصصة بأمراض الجلدية والتجميل. أسعد الله مساءك دكتورة، ونورتينا وشرفتينا. الله يخليك، أنا اللي شرفني وجودي معك. دكتورة، يعني جالسين نسمع بالفترة الأخيرة عن ثورة الخلايا الجذعية، إنه الخلايا الجذعية مثلا من أفضل الطرق فعلا للعلاج التجميلي أو الطب التجميلي. لنعرف المشاهدين بداية ما هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي هي الخلايا الأم لكل خلايا الجسم، خلايا غير متخصصة، هي الأم لكل الخلايا. وفي منها نوعين، الخلايا الجذعية الجنينية، ودي بتتاخد من المشيمة أو من الحبل السوري، زي ما حضرتك قلتي عليها اختلاف كتير سياسي وديني، وناس كتير ما بتستخدمهاش. في الخلايا الجذعية البالغة اللي احنا بناخدها من الأعضاء بتاعة جسمنا، ومن أهمها هي الدهون وطبعا والجلد والعضلات، ولها استخدامات كتير. بس من افضل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في الجلد والجلديه طبعا والتجميل، هي الخلايا الجذعيه اللي احنا بنطلعها من الدهون، هي الخلايا الجذعيه البالغه. لما بنشفط الدهون بيطلع معاها اساسا خلايا جذعيه. زمان كانت الناس بترميها وما بتهتمش، ترك بتهتم بس بالدهون، لكن بعد ثوره الخلايا وبدات ناس كتير تتكلم عليها، بنحقنها مع الدهون. الخلايا الجذعيه دي خلايا غير متخصصه، لما بنحطها في مكان بتبتدي تتصنف وتتقسم وتبقى من خلايا نفس المنطقه. ومن الحاجات برضو اللي احنا ممكن نستخدمها زي الخلايا الجذعية بس ممكن تديني مجال اكتر، هي البلازما. الخلايا الجذعية لما بتدخل في مكان بتطلع عوامل نمو اللي هي الجروث فاكتور. البلازما اوريدي لما بنسحبها من الدم وبنفصلها بتبقى فيها جاهزة جروث فاكتور، ونبتدي نحطها في المناطق بتديني تأثير. بس عايز اقول حاجة مهمة، مفيش حاجة اسمها خلايا جذعية حية جاهزة، يعني مفيش برطمانات ولا علب خلايا جذعية آدمية، لا. ده بيتعمل ان انا بزرع في معامل وباخدها على طول احقنها. على سبيل المثال لما تكون مثلا حد عنده حرق في مساحه كبيره جدا من الجسم، بناخد جرافت جزء من الجلد وبنزرع خلايا ونعيد حقنه. مفيش خلايا جذعيه بتتعمل لوحدها. طب غريبه، انت عارفه دكتور اعتذر المقاطعه، ولكن بعض مثلا المراكز الطبيه لما بتتوجهي لهم يقول لك مثلا، بيطلع علبه يقول لك هذه مثلا هذا الفيلر بالخلايا الجذعيه. مصنع؟ هل هناك مثلا في خلايا جذعيه نباتيه ماخوذه من النباتات، من ثلاث حاجات مهمه، من التفاح، من العنب، شجرة الأرجان. دي ممكن تتعمل على شكل خلايا شبيهة بالخلايا الجذعية بس مش آدمية، بتبقى على شكل بودرة ويتم حقنها للجلد. بس أهم حاجة مهمة قوي، لما يكونش أنا جسمي عنده حساسية للمادة دي، أنا ممكن تعمل لي مشاكل. زي ما بقول لحضرتك، ممكن إحنا نستخدم الخلايا الجذعية بس المتخصص اللي يستخدمها، ودي أولا غالية جدا بتكلف لأنها عايزة معامل كبيرة ومش أي حد يستخدمها، ولها استخدامات قليلة جدا. الوقت الجديد أو الممكن يدينا تأثير الخلايا الجذعية بأقل التكاليف والنتيجة الكويسة هي الجروث فاكتور، اللي هي عوامل النمو الموجودة في البلازما اللي هي البي ار بي. ممكن احقنها في أي مكان، في الشعر بتعالج الصلع الوراثي، بتعالج تساقط الشعر، في الجلد بتديني نضارة، بتحمس الكولاجين، بتديني حاجات كتير جدا. يعني هي ممكن البلازما موجود فيها الخلايا الجذعية؟ البلازما فيها عوامل النمو اللي المفروض الخلايا الجذعية لما تدخل في الجلد تتخصص وتبتدي تطلع عوامل نمو، بس البلازما لا، مفيش فيها خلايا جذعية، فيها جروث فاكتور. لكن الخلايا الجذعيه دي حاجه مختلفه تماما عن البلازما. يبقى مفيش خلايا جذعيه معبئه، مفيش خلايا جذعيه في البلازما، البلازما فيها عوامل النمو اللي بس تخلصها من الخلايا الجذعيه. طب نشوف دكتور مثل هذه الصور، تفضلي لو نشرح عليها للمشاهدين. هل ممكن مثلا حقن كالفيلر او الدهون مثلا في تحت العين؟ احنا ممكن نستعيض عن موضوع الخلايا الجذعيه المكلفه بحاجات زي الفيلر مثلا. يعني تحت العين انا ممكن احقن فيلر، ممكن احقن دهون، والدهون اوريدي فيها خلايا جذعيه طبيعيه. الخط ده اللي هو الخط الابتسامه ممكن احقنه بالفيلر، وممكن احقنه بالدهون، الدقن، الفك، حاجات كتير ممكن تعوضني عن موضوع الخلايا الجذعيه وتدي نفس التاثير ونفس النتيجه برضه. حقن الدهون دلوقتي فيه
جديد وفي حاجات كتير جدا ممكن نعوضها عن الخلايا الجذعيه وعن الفيلر هو حقن الدهون، لانها دهون جسمي انا صحيح. اخدها بشيل منها الحاجات الدم والكلام ده وابتدي حقنها. انا عندي دهوني الذاتيه ومعاها خلايا جذعيه بتحمس الكولاجين فتقعد الدهون فتره اطول. الفيلر هو ماده الهيالورونيك اسيد نسيج من انسجه الكولاجين برضه بيقعد فتره طويله ومثل ان هو بيحمس الكولاجين. طب هل في اماكن معينه مثلا بتشفطوا منها مثلا او بتسحبوا منها الدهون الذاتيه اللي هي غنيه مثل ما تفضلتي بالخلايا الجذعيه؟ افضل المناطق اللي فيها دهون معاها خلايا جذعيه هي منطقه الوسط في الجسم، منطقه البطن واعلى الافخاد وجوانب الافخاد، دي اكتر المناطق اللي فيها خلايا دهنيه غنيه جدا بالخلايا الجذعيه. طب شوف مثل هذه الصوره دكتوره، هذه قبل وبعد، يعني مثل هذا الفيلر العادي مثلا او حقن دهون. خلينا نقول المريضه اللي وصلت للسن ده وعندها التهدل وعندها العضلات وكده محتاجه اكتر من حاجه، مبدئيا محتاجه بوتوكس عشان تصلح لها العضلات، تصلح العضلات التعبيريه، تصلح عضلات الرقبه اللي هي البلاتيزما، دي مبدئيا عايزه اولا بوتوكس، ثانيا ممكن اعمل لها شد بالخيوط اولا لان انا عندي تهدل في الفك، تهدل تحت العين، تهدل في خط الابتسامه، ممكن اعمل لها خيوط، ممكن اعمل لها دهون، ممكن اعمل لها بوتوكس، لكن خلايا جذعيه لا ما تديكيش اللي افضل. ما بتفضلي دكتوره العلاج بالخلايا الجذعيه؟ لان الخلايا الجذعيه دي مكلفه جدا، ممكن اخد حاجات احسن منها تديني نتيجه افضل واتجنب ان انا استخدم حاجه غاليه وحاجات ثانيه تغنيني عنها. يعني ممكن بعض المشاكل اعتقد اللي بيستخدموا فيها مثلا الخلايا الجذعيه، المشاكل اللي هي مثلا كالحروق، بالظبط الحاجات اللي تستاهل زي ما قلت لحضرتك الحاجات الكبيره، مثلا مريض او مريضه عندها نسبه حروق مثلا واخده مساحه كبيره جدا من جسمها، دي ممكن نستخدم لها الخلايا الجذعيه، وبرده مش لوحدها، يعني ممكن اعمل لها فراكشنال ليزر، ممكن استخدم علاجات مكمله للخلايا الجذعيه، مش الخلايا الجذعيه بس هي العلاج. طيب نرجع للبلازما دكتوره مره ثانيه، يعني مثل ما تفضلتي قلتي عندي مثلا حقن البلازما او الدهون الذاتيه افضل كنتيجه افضل من الخلايا الجذعيه كنتيجه. تمام. طيب البلازما كثير بنسمع مثلا يعني انه هو مؤقت فقط مثلا بيعزز الكولاجين مثلا ونضاره للبشره لمده شهر واحد فقط. ليه دكتورة؟ ممكن الواحد يقول مثلا بدل ما انا مثلا اروح واتكلف وادفع بس لمده شهر ممكن اسوي مثلا شيء او يعني مثلا كحقن الدهون الذاتيه فترة تفضل اطول. هي بس الفكرة ان انا لازم استخدم كل حاجة للمريضة على حسب المطلوب بالنسبة لها. يعني واحدة مثلا ما عندهاش تهدر في وشها، حجم وشها كويس، حجمها وشها كبير، مش محتاجة تعمل تعبئة، ايه اللي يخليني اعمل دهون؟ كل اللي ناقصها ان هي عندها شحوب محتاجة تعمل نضارة. ميزة البلازما ان هي ان احنا بنسحب الدم بنبتدي نفصله، نفصل كرات الدم البيضاء والحمراء بنتخلص منها وناخد الصفائح والبلازما اللي هي السائل الاصفر اللي بتعوم فيه الخلايا اللي مليء بعوامل النمو الجروس فاكتور، ونبتدي نحقنه في المناطق اللي هي محتاجه تتعمل لها نضاره وتستنى. على فكره البلازما مده شهر ده في الجلسات الاولى، يعني انا المريضه ممكن اعمل لها من 4 لـ5 جلسات بتقعد شهر شهر، وبعد كده ممكن اعمل لها جلسه كل 6 شهور وكل سنه. وبيفضل النتيجه مضمونه. موجود، وده زي ما قلت لحضرتك معظم حالات الجلديه مش بلازما بس، لازم اعمل لها حاجات ثانيه مكمله عشان التاثير يستنى فتره طويله. الدهون بحقنها لو المريضه محتاجه تكبر حجم وشها، عندها تهدل، عندها جزء نازل من السن، ممكن اعمل لها دهون، لكن لو مش لو انا بس محتاجه نضاره لا انا هعمل البلازما، لازم تديني نضاره كويسه وتستنى فتره طويله وتاثيرها مع المدى البعيد بتستنى فترات اطول. طيب دكتوره دحين قلتي عن الخلايا الجذعيه ايضا المصنعه. تمام. يعني هل بتايدي مثلا استخدام هذه الخلايا الجذعيه المصنعه؟ احنا ممكن نستخدم الخلايا الجذعيه المصنعه مع حاجات كتير، يعني ممكن استخدمها مع البلازما، اوكي؟ يعني تحقنيها مع بعض. معاها، ممكن استخدم مع البلازما البيوتين لو انا هحقن في الشعر عشان يزود نمو الشعر، ممكن استخدم مع البلازما فيتامين سي، ممكن استخدم الخلايا الجذعيه المصنعه بشرط ان المريضه زي ما قلت لحضرتك ما يكونش عندها حساسيه من الماده نفسها، من العنب، من التفاح، من الارجان، لان لو عندها حساسيه انا هعمل مشكله للمريضه اكتر، ما هتستفيد من خلط الخلايا الجذعيه النباتيه مع البلازما. طيب دكتورة يعني بما أنه طرقنا للمواضيع بشكل أوسع، يعني خلينا نتكلم عن الفيلر. يعني في كثير وفي الفترة الأخيرة تحديدا أنه في كثير مثلا من الفتيات أو السيدات اللي بيتوجهوا مثلا لحقن الفيلر تقول لك المادة راحت، يعني بعد أسبوع راحت مثلا، أو البوتوكس مثلا اللي حقنوه مفعوله راح. ما السبب في ذلك؟ هل مثلا تقليد المواد نفسها يعني المستخدمة، أم مثلا وشها تعود على الحقن بشكل مستمر وبالتالي ما صار يعطي النتيجة المطلوبة؟
خلينا نقول الأول إيه هو الفيلر. الفيلر هي مادة بتعمل تعبئة، بتعمل حشوة. زمان كنا بنستخدم الفيلر الدائم، وده ما عادش موجود طبعا لأن مشاكله كتير جدا. صحيح، وكثير ناس عملوا مشاكل منه لغاية دلوقتي، إنه يعني صحيح. بيتشال، بيعمل مشاكل في المنطقة اللي موجود فيها، بيعمل تليفات، تبقى المريضة محتاجة تدخل جراحة أو تبقى عندها مشكلة أكبر إنها مش عارفة تحقن المواد التانية من الفيلر الدائم. ده ما عادش بحدش تستخدمه. الفيلر الموجود دلوقتي نوعين، أملاح الكالسيوم والهيلورونيك أسيد. الهيلورونيك أسيد ده أكتر شيوعا طبعا وأكتر حاجة بنستخدمها لأنها أمنة، لأن الهيلورونيك أسيد ده زي ما قلت لحضرتك ده نوع من أنواع الكولاجين الطبيعي اللي موجود في الجلد. طبعا لازم ننتقي المادة الكويسة والتركيز المناسب للمكان، يعني أنا ما أقدرش أحقن تحت العين الفيلر اللي أنا بحقنه في الخدود. كل منطقة لها نوعية فيلر بسمك معين بتركيز معين من الهيلورونيك أسيد عشان تديني نتيجة. أنا رأيي الفيلر اللي يروح أسرع أكتر من الفيلر اللي يستنى فترة أطول ويعمل يعني مشاكل أفضل. أفضل. وفي ناس عندها الإنزيم اللي بيكسر مادة الهيلورونيك أسيد اللي هو إنزيم الهيلورونيديز سريع عندها، فتلاقي المريضة تحقن لها فيلر وبعدها بأسبوعين تلاقي الفيلر قل. دي المفروض نكرر الحقن بكميات أكتر على مسافات أطول، أو إن إحنا ممكن نغير خالص الهيلورونيك أسيد ونحط لها أملاح الكالسيوم. يعني شيء يناسبها. يناسبها. أملاح الكالسيوم أولاً أمنة جداً وكويسة، وبتتحط في المناطق اللي قريبة شوية من العظم زي الفك، زي الدقن، زي الأنف. بتستنى فترة أطول تقريباً سنة ونص، وبتبقى دايماً للمرضى اللي جسمهم بسرعة بيكسر الفيلر. البوتوكس نفس الكلام. البوتوكس ده بروتين بتطلعه بكتيريا، كل فكرته إنه بيعمل ارتخاء مش شلل في العضلات زي ما ناس كتير فاهمة. صحيح. أنا جسمي بيكسر البوتوكس بسرعة، يبقى أنا ما خدتش الكمية المناسبة، يعني محتاج المرة اللي بعدها أزود الكمية بتاعة البوتوكس عشان تستمر فترة أطول. والبوتوكس آخره 6 شهور، ما بيقعدش أكتر من كده. برضو الحاجة اللي بتقعد فترة أطول دي مشاكلها أكتر من الاستفادة منها. بما أنه تطرقت إلى البوتوكس، يعني هناك العديد من المسميات تحديد البوتوكس، تبغى أسوي لك مثلا نيفرتيتي، تبغى أسوي لك مثلا كيلوباترا، تبغى أسوي لك يعني مسميات مختلفة في البوتوكس. فهل فعلا من استخدامات البوتوكس أنه ممكن نيفرتيتي وكيلوباترا وغيرها؟ ما فيش كيلوباترا. هي الفكرة أن البوتوكس بيتحط في العضلات اللي بتعمل تجاعيد تعبيرية، يعني أنا هكشر، هرفع حواجبي، هتحك، فعندي اللي هي الخطوط اللي حوالين العينين اللي بنسميها رجل الغراب أو الكراوس فيت. البوتوكس بيتحط في العضلة اللي شوية ريحت، اللي شوية نشيطة زيادة عن اللزوم، وأنا محتاجة أريحها عشان تديني نتيجة. فكرة النيفرتيتي دي، فكرة أن النيفرتيتي ملكة مصرية قديمة، فتميز أن رقبتها طويلة قوي وخط الفك عندها مشدود، فإحنا بنحقن بوتوكس في الخط بتاع الفك وبنريح عضلة الرقبة اللي هي البلاتيزما عشان تطول الرقبة، عشان تطول الرقبة والفك يتشد. في ناس كتير تلاقيها عندها خطوط كده في رقبتها حتى لو هي صغيرة. ده زيادة نشاط في عضلة اسمها البلاتيزما، فلما بريح العضلة دي بيبتدي يتشد الفك الفوق، فتبنى الرقبة طويلة وخط الفك مشدود. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني مثل ما تفضلتي عندهمنا الوقت دكتورة، لكن حضرتك قلتي ما في كيلوباترا. لا، أنا في واحدة فعلا قابلتها في مناسبة تقول لي أنا حقنة كيلوباترا دقيقها في وسط الخدود البوتوكس، فصاير الخد مرتفع على فقالت هذا كيلوباترا. فعشان كذا انا طرحت هذا السؤال بالرغم بعيد عن الخلايا الجذعيه. في مناطق اصلا نحقن فيها بوتوكس ومواضع مختلفه، وهيبقى لنا كلام في الموضوع ده، لكن في عضلات ممنوع احقن فيها بوتوكس. الله يعطيك الف عافيه. شكرا لك دكتوره اروى اباظه على اتاحه فرصه لنا فعلا باستضافتك، تسليط الضوء على الخلايا الجذعيه تحديدا. أهلا، شكرا جزيلا لك.